لعملية التطوير للمطحن الألماني في إمبابة هو جهد من سلسلة جهود متواصلة الوزارة بتبذلها على مدار اليوم. أنا كنت امبارح في محافظتين، كنت موجود في بورسعيد وكفر الشيخ. النهارده إن شاء الله عندنا تطوير في مطحن إمبابة، بكرة الصبح إن شاء الله أكون في محافظة سوهاج نفتتح صومعتين بسعة 60,000 طن، بعد الظهر هكون في محافظة المنيا بندشن منظومة الخبز الجديدة بتحرير سعر القمح للقضاء على عملية تسريب الدقيق للسوق السوداء. فاحنا عندنا جهد متواصل، عندنا إن شاء الله افتتاحات بعد ذكرى أعياد الثورة وكمان وضع حجر الأساس لمشروعات أخرى، فاحنا بنطور مجمل المنظومة وإن شاء الله ده هتنعكس إيجابيا على ما المنتج النهائي اللي بيجده المواطن المصري. وعاوز أقول لحضراتكم إن أنا كان عندنا في منظومة الخبز المصري 3 أمور لا يمكن بأي حال السكوت عليها. الدولة بتدعم رغيف الخبز وبتوفر له 21 مليار جنيه، كان بيتم تسريب 11 مليار جنيه منها في سوق دقيق مدعم يتم تسريبه للسوق السوداء. حاليا متوسط المواطن المصري ونصيبه من الخبز رغيفين تقريبا في اليوم، ودي نسبة متدنية جدا. عدد المنتفعين او المستفيدين من منظومة الخبز اقل من 40 مليون مصري، يعني اقل من نصف السكان. هذه الامور الثلاثة لن تمثل اهانة لهذا الشعب، ولن تسمح الوزارة باستمرارها ولن تسكت عليها. وبالتالي دخلنا في المنظومة الجديدة اللي احنا بنأمل من حضراتكم كإعلاميين بتشكلوا وعي الوطن ان انتوا تسندونا فيها، كمان منتظرين المساندة الشعبية لهذا الامر. نحن ندخل على المنظومة الجديدة ان شاء الله افتتحناها امبارح في بورسعيد ولاقت اعجاب وارتياح المواطنين. دلوقتي بنقول ان احنا بدل رغيفين في اليوم نصيب الفرد هنرفعه ل3 أرغفة كحد ادنى. وزن الرغيف 130 جرام، ويمكن انا لما شفته ده الرغيف 130 جرام يباع في وسط العاصمة ب50 قرش. الدولة دلوقتي هتوفره للمواطن ب5 قروش، تكلفته على الدولة 33 قرش، الدولة بتدفع الفرق ما بين ال33 وال5 قروش بس. امتى؟ على المنتج النهائي. مش هندعم الدقيق، احنا ندعم المنتج النهائي عندما يجد المواطن منتج له جودة عالية وهو يعني يستريح ليه هيقبل على شرائه. عندما يقبل على شرائه سترتفع مكاسب أصحاب المخابز التي تمتلك الصنعة والمهنة والحرف. والمواطن المصري أخيرا في حدث تاريخي بعد عقود من التعب والعناء يجد رغيف خبز أمامه يحقق له مطالب الثورة في عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.